سبتمبر 13 2005. جتت عبت كل المناطق، ملايين لعيبة World of Warcraft وقفوا يتطلعوا عشاتن، هو والوباء عم ياكلن شخصياتن وما يخليهن يتحركوا فشختين قبل ما يرجعوا يموتوا. هالحادثة نزلت بالتاريخ كأول حادثة من هالنوع بعالم الألعاب. من وراها صدر دراسات، انكتب مقالات، تحرر كتب، وتعلمنا أكثر عن طريقة تفكير الإنسان، ولقينا طرق جديدة لنتفادى انتشار الوباء السريع بالحياة الواقعية. World of Warcraft لعبة مقسمة مناطق فيها مختلف الشخصيات، الحكم اللي بيصححوا، الأبطال يلي بفوتوا بينقذوا المرضى، والعالم الشريرة يلي كانت عم بتساعد بانتشار الوباء. هاللعبة فيها كمان مختلف الطبقات، اللاعب المستواهن عالي يلي عندهن المناعة الكافية لما يموتوا، وبيمثلوا الأشخاص الصحية بالحياة، ومن تاني ميل اللاعب الجداد الضعاف يلي الوباء بيأكلهن أكل، وبيمثلوا الأطفال والختيارية. هالاختلاف والتقسيم خلق ساحة بتتقارن بالحياة الواقعية، ومن ورا غلطة برمجة هالساحة وقعت بالفوضى على شهر كامل. اليوم رح نرجع بالزمن لورا ونشوف سوا كيف لأول مرة بالتاريخ وباء بينتشر بقلب لعبة، وشو كانت ردة فعل اللعيبة يلي خلت كل العلماء يفتحوا عيونهم على المجال الواسع لقدر يقدموا عالم الألعاب ليسرع التقدم الطبي وتقدم المجتمع. هالحادثة هي أهم حادثة صارت بعالم الألعاب، وخلتنا نشوف لأول مرة هالشخصيات كالأشخاص وراهن، خلتنا نفهم طيبة الإنسان الحقيقية وقديه مستعد يسبب بأذى للمجتمع من وراء قلة مسؤوليته، وفهمنا انه اوقات اضبط شي فيك تعمله هو انه ما تعمل شي. لما بليزرد عملوا التحديث رقم 1.7 للعبة World of Warcraft زادوا عليها منطقة مهجورة ليستكشفوها أقوى لعيبة موجودين، وبس هاللعيبة فيهم يعرفوا أسرارها. كل المجموعات نقيت أقوى أشخاص بيناتهم وبعتوهم ليشوفوا شو مخبى هونيك. عوصلتهم اكتشفوا إنه هالمنطقة مهجورة بس باقي فيها شخص واحد، وهالشخص هو الترول بريست. هالبريست ضلوا هونيك ليخلص مهمته، وهي إنه يرجع يستحضر سيد قديم ليدمر البشرية. الأبطال بس فاتوا على المنطقة اجى عليهم نفوخ كتير وحاربوا كتير أعداء، ووصلوا عليه للسيد الكبير وبلشوا يحاربوه إله شخصيا. هني وعم بيحاربوه بلشوا ينقذوا بسرعة، واكتشفوا إنه هالوحش بيعديك وباء، وهالوباء بينتشر على الحواليك وبيتجدد عليك إذا ما عزلت حالك عن العالم لعشر ثواني على التوالي. الأبطال تفرقوا وصاروا يحاربوا بعد عن بعض، من ورا هالشي يمرضوا ويشفوا، يمرضوا ويشفوا، والوحش بعده عم بيقتلون لحد ما الصيادة والسحرة استعانوا بحيواناتهم الأليفة ليساعدون. من بعد ما انتهت المعركة وربحوا على هالوحش، المعالجين تبع المجموعة عالجوا كل الأبطال المرضى ورجعوا على المدينة ليبيعوا الكنز اللي حصلوا عليه من ورا هالوحش. بس هالمجموعة غضت النظر عن موضوع صغير، وهالموضوع عمل أكبر مصيبة شايفتها لعبة World of Warcraft، لأنه هن عالجوا الأبطال بس ما حدا منهم عالج الحيوانات. هلا هيدي مش غلطة هبل، لأنه عادة كل شيء تأثيرات من هالنوع بيختفوا عن الحيوانات تبعك بس تبعتهم ترجع تردن، او بس تظهر من منطقة الوحش اللي عم بيأثر فيك. الابطال كانوا عم بينعدوا على طريق الرجعة من حيواناتهم ومن بعض، بس ما حدا منهم انتبه لانه كلهم عندهم قدرة تجديد عالية. المرض بيعملهم 200 نقطة اصابة بالثانية، وهن كل واحد على القليلة عنده 200 نقطة اصابة بيصلحها بالثانية، ونرى هالشي ضلون مكملين بطريقهم لحد ما وصلوا على السوق. وعادة السوق بهاللعبة بيكون مقتز من العالم المستويات واطية وعالية، وبس وصلوا على السوق العالم المستويات واطية اللي كانت بنفس المحل عم بتتاجر معهم انعدت من الحيوانات، وصاروا يعدوا بعض ويموتوا واحد ورا الثاني ورا الثالث، وانتشر المرض لعلق حتى بالمزايدين يلي قاعدين بالسوق عم بيبيعون للعالم، وصار مين ما يفوت على السوق ويطلع عم يطلع مريض ويموت او عم يعدي غيره، واللي يموت بس يرجع يخلق يلاقي حاله بعده مريض وبعد شوي يرجع يموت. من بعد ما انضربت نص المدينه العالم سمعت بهالوباء وصاروا يهربوا منها خوفا من انه يضربهم هالمرض اللي ما حدا بعد كان فاهمه شو هو. ومن ورا هالهريبه انتشر الوباء بكل انحاء العالم، وبلشوا يموتوا اللعيبه بالالاف ورا بعض. هلا غير عالم قرروا ما يهربوا لانه بدهم يكملوا لعب، وبما انه عم يتعرضوا للعيبه صاروا حاملين هن الوباء وعم ينشروه كمان. وهون بنشوف اول تشبيه بالحياه الواقعيه، لانه كمان وقت ينتشر الوباء في عالم بتنح بتروح الشغل وبتروح على الشغل وبتاخد المرض او بتعدي كل اللي معه بالشغل. سيريل غير عالم صارت تركض من مدينة لمدينة لتحذر الكل من الوباء الجاي، وهولي كانوا بين اسباب انتشار الوباء الزيادة، وكانوا عم بيمشوا عكس اللي بدهم يعملوه مع انه نيتهم صافي. من بعد عمل حظر لتجربة
تجول المرضى إلا بمناطق معينة وصار في نظام عزلة إلزامية مثل ما بصير بالحياة الواقعية. بس هالشي فرط على السريع لما اللاعبين من مستويات كتير عالية قرروا يصيروا إرهابية بيولوجية وصاروا ينعدوا أصلا لينقلوا الوباء للاعيب الضعاف ويشوفون عم يتعذبوا. حتى بليزرد اللي ما كانوا عم يقدروا يلاقوا حل هالباج صاروا يحطوا إنذارات باللعبة لينبهوا اللاعب إنه ما ينعدوا، وحتى جربوا يغيروا كم شغلة لتصلح القصة. بس دائما مثل بالحياة الواقعية أول كم دواء بالوباء ما بيعمل له شيء، ومثل كل هالأدوية فشلت بليزرد وضل الوباء مكمل. مع إنه كان في كتير عالم عم بتجرب تساعد، وفي كتير عالم عم بتجرب تصحح عالم، وفي كتير عالم بدت صح، الوباء ضلوا عم ينتشر، وضلوا ينتشر لأنه كان في حالة هلع واللاعب عم يتنقلوا بين المناطق ليهربوا من المدن الكبار أو ليخبروا بعض إنه في علاج أو ليكملوا لعب ما كأنه في شيء أو ليأذوا قصدا. الوباء ضلوا عم يتجدد وينتشر، ومن بعدها ضلت هالدوامة ماشية على شهر، عالم تنعدي، عالم تركض على مناطق تجيب المنعديين على مخيمات المعالجين، ضلن عم بيحاولوا يعملوا حجز إلزامي للمرضى، وهالشي حد شوي من انتشار الوباء، بس من ورقوته وسرعته بالقتل والانتشار ما قدروا قضوا عليه، بس قدروا خلقوا مناطق آمنة صغار لوقت قصير قبل ما يسافروا الإرهابية البيولوجية على نص هالمدن ويعدوا العالم كله. هالشي لفت انتباه CDC أو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وطلبوا من بليزرد كل المعلومات اللي فيهم يحصلوا عليها منهم ليعملوا دراسات عنا وياخدوا عبر من هالحادثة. بليزرد وافقوا معهم وعطوهم المعلومات القليلة اللي عندهم إياها لأنه هيدي كانت بق مش دراسة أصلا. ومن بعدها نشرت CDC مقالات ودراسات عن الموضوع، ومن وراء هالمقالات أدرجت هالحادثة بالمجلة الدولية لعلم الأوبئة وكمان بمجلات العلوم الدولية. والعبر اللي أخذوها من الصار هي إنه السحرة والمعالجين يلي كانوا عم يعملوا تصرف إنساني وطبيعي وعم بيجربوا يصححوا المرضى كانوا مش دايما عم ينجحوا بإنهاء المرض، وأكترية الأوقات كانوا بس عم بيطوروا حياته للمريض لينقل المرض لشخص جديد. العالم اللي هربوا على المدن التانية كانوا مراية للأشخاص اللي بيطلعوا بالطيارة وبيهربوا على بلد تاني ليهربوا من المرض وبيطلعوا هن يخدينوا معهم. ومثل ما ذكرت قبل، العالم اللي أصرت تنزل على السوق وتروح تحارب لتعمل مصاري أو تلعب هي مراية للأشخاص اللي بيروحوا على الشغل هن ومريضين، واكتشفوا العلماء إنه أزبط شيء تعمله بس يصير في وباء هو مشي. أزبط شي تعمله أنك تقعد بالبيت وما تتعاطى مع حدا وما تنهز من محلك لبين ما كانوا لاقوا العلماء المختصين الدواء المناسب يلي بحل كليا للقصة. يعني لو هول السحرة والمعالجين ما قعدوا بمخيمات وراحوا نضبوا ببيوتهم إذا عم نحكي بالحياة الواقعية ما كان انتشر الوباء زيادة، مع أنه هني كانوا عم يجربوا يصلحوه، لأنه أوكي هول معالجين وسحرة بس هول مش مختصين يصلحوا بق بلعبة، كان لازم ينطروا بليزرد يحلوها وما كان صابن الوباء. هلأ كيف انتهى الوباء عند World of Warcraft؟ عملوا ريسات لكل السيرفرات ومنعوا الحيوانات من انه يلقطوه لهالمرض، وقدروا واخيرا وقفوا تأثيره برات المنطقة. ما بعرف ليه بس عندي اعتقاد انه بليزرد شافوا قيمة اللي عم بيصير وغض النظر لفترة معينة ليشوفوا كيف رح يتصرفوا اللعيبة، لانه القصة ما خلصت بيوم بيومين، القصة ضلت شهر ماشية، وبعتقد كل واحد كان وقتها بهالشهر تعلق فيها للعبة اكتر من حيلا انسان تاني لانه عاش مغامرة ما حدا منا حيرجع يعيشها الا اذا رحنا على الصين. على كل حال معكم دراد، ان شاء الله تكون بسطت بالحلقة اليوم، اسم لايك وسبسكرايب ونجرس كمان حون اسفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام وانيسكورد. شوفكم حلقة الجاية.